من هذا للبهاء فواح منه الكساء. بارك لكم قدوم عيد الأضحى المبارك، وكل عام والأمة الإسلامية أجمع بألف خير. نهنئ صاحب العصر والزمان، اللهم عجل فرجه، وعلمائنا الأعلام، شيعة أمير المؤمنين، العالم الإسلامي أجمع في هذه المناسبة العظيمة. نهنئ الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه في هذه المناسبة الشريفة، ونهنئ العالم الإسلامي ومراجعنا العظام، ونسأل الله بحق الحسين أن يحفظ العراق وأهله، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان بحق محمد وآل محمد. نهنئ الحجة المنتظر عجل الله فرجه وطيب مخرجه بهذا اليوم، وإن شاء الله يكون يوم أمن وأمان على كافة المسلمين وخاصة الشعب العراقي، ونتمنى لهم الازدهار والتطور والمضي في طريق الإمام الحسين لأجل نصرة شيعة الإمام الحسين سلام الله عليه. لأن الإمام المهدي بحلول عيد الأضحى المبارك، نتمنى الأمن والأمان للعراق ولجميع الإسلام في الأمة العربية. عند القبر حلم عيني فوق تربة الحسين وهدي السبط ركعتي. بلا شك وبلا ريب فإن الإمام ينظر في هذا اليوم إلى زوار الإمام الحسين وأبي الفضل العباس. نتمنى في هذا اليوم أن تجتمع كلمة الأمة والدعاء لصاحب العصر والزمان عجل الله فرجه، فهو المنقذ والمخلص لهذه الأمة، وبظهوره بإذن الله ينتصر الإسلام ويذل الاستكبار. اللهم عجل له الفرج بحق كربلاء المقدسة والإمام الحسين. رسالتنا للإمام المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام في هذا اليوم، نبايعه في هذا اليوم وفي كل يوم، ونحن نواصل نهجه، وإن شاء الله نكون على أهب الاستعداد عند خروجه، وإن شاء الله نكون من الموالين إلى ومن المناصرين في هذا اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا على الخير إن شاء الله. دعوانا إلى عراقنا الحبيب، إلى الأمة الإسلامية، إلى جميع المؤمنين إن شاء الله شفاء مرضانا إن شاء الله. حجاجنا الكرام يرجعوننا بالسلامة إن شاء الله، حجاج حجهم مبرور إن شاء الله وسعيهم مشكور. كذلك زوار الإمام الحسين سلام الله، زوار الإمام رضا، زوار أمة أهل البيت جميعا في كل مشارق الأرض ومغاربها. وبهذه المناسبة لابد أن نشكر العتبات المقدسة على هذه الجهود الاستثنائية في تنظيم هذه الزيارة، العتبتين، عتبة الإمام الحسين وعتبة أبي الفضل العباس، على هذه الجهود الاستثنائية. الكل يلاحظ انسيابية الزوار ومستوى التنظيم رغم الأجواء الحارة، إلا أن الحق يقال، التنظيم يبهر. أهدي السبط ركعتين دمعتين.